شكرا شكرا للكباتن الاعزاء، شكرا الكابتن مشعل مبارك، شكر موصول كابتن جاسم صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من هنا من استاد البيت، حيث ثالث ايام الفريق يدخل هذه المباراه ببوتيستا بوركي في حراسه المرمى، بقيه الاسماء محمد ابراهيم، محمد بدر سيار، مارك مونيزا، بيليبان، إمير سفورت، وأنتو نوشي، جيمي روبيو، أندرياس فانبيك، حسام كمال، علي العمري، والحسن كروما. الصافرة مشاهدين الكرام للسيد طبعا محسن الشرشني حكم هذه المباراة، الذي نتمنى له كل التوفيق، يساعد كل من مساعد أول خالد عايد ومساعد ثاني فلاح الشهراني، الحكم الرابع نايف قادري، وعلى الفيديو عبد الرحمن الجاسم. إذا مشاهدينا الكرام، انطلاقة هذه المواجهة في ما بين الخور والشحنية في لقاء من المنتظر، تشهد الدقيقة 26، هدف المباراة الأول بكرة في ظل تواجد أيمن حسين وكذلك روبن سيميدو وغنبولي. سفيان هني خطير في التعامل مع كرات كهذه، كيف سيكون التعامل مع الكرة والتعامل مع هذا الخطأ؟ سفيان يتقدم يسدد كرة، والكرة ما زالت وفرصة الهدف الأول، لكن في هذه المباراة حذر كبير، تركيز عالي من الجانبين، لكن الهدف سيفتح هذا اللقاء. الحسن كروما يتقدم من أجل ذلك، كروما بيسدد كرة، لكن الكرة تصطدم في أحد مدافعي نادي الخور وبالتحديد في روبن سيميدو، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية تماس. شوف الحسن كروما الإمكانيات، المهارات، الانطلاق، وبعد ذلك التسديد، وهنا الإعادة لهذه الفرصة ولهذه الكرة الخطيرة جدا، والتي كان من الممكن أن نقول من خلالها 1-0 للخور لولا التدخل من باوتيستا بور فيها. يعني هذه واضحة أمامنا الآن وأمامكم مشاهدينا الكرام، التقدم بالكرة، هل كانت العرقلة موجودة من روبن سيميدو، كانت موجودة من عادل الرحيلي، أم أن السقوط كان قبل ذلك؟ هنا الحديث على التدخل الثاني اللي هو تدخل عادل الرحيلي. روبن سيميدو تدخل على الكرة وبعدها بدون أن يعني يسقط اللي هو طبعا اللاعب رقم 2 محمد إبراهيم، لكن التدخل الثاني هو اللي في الكلام، وبالتالي سنشاهد بعد العودة للفار حكم المباراة ينتظر من الجميع أن ينتظر الفار، يقول لا وجود لركلة الجزاء وبأن التمثيل كان موجودا، وبالتالي 0-0 تستمر، 0-0 تتواصل، و ركلة الجزاء يتم مشاهدينا الكرام إلغاها، ويبقى التعادل سلبيا فيما بين الفريقين. شباك لم تستقبل، ولاعبين لم يتمكنوا من التسجيل في الجانبين. كرة تنقل طويلة حتى أيمن حسين، مارك مونيزا ميدو يرسل كرة طويلة أقصى الجهة اليسرى، جميل هذه التمريرة، عبد الله العلي يبحث عن سلك كرة عرضية، هي كذلك لكنها أبعدت بالخطأ، يوغان بولي، لكن باوتيستا بوركي من جديد، باوتيستا بوركي مرة أخرى بعدما أنقذ مرمى الشحنية من هدف محقق في الشوط الأول، يعود وينقذ مرمى الشحنية مرة أخرى في الشوط الثاني من هدف كان محققا، يوغان بولي وضعها بهذه الطريقة، لكن بوركي من جديد، والكرة في غاية التميز حقيقة. روبن سيميدو لعادل رحيلي، يتقدم، يمر الكرة، محاولة الآن وانطلاقة وصلت عن سفيان هني من اليمين إلى اليسار، تمريرة، والكرة ما زالت عبد الله العلي، الله على هذه الكرة والتسديدة، لكن الكرة من جديد بعدها باوتيستا بوركي،
أبعدها والكرة إلى ركنية تحولت للخور بعد تمريرة رائعة وبعد تحرك أيضا كان رائعا من جانب عبد الله. شوف سفيان هني، شوف الهدوء، شوف التمريرة، وفضل طبعا خيار أن يسدد بشكل مباشر، وهو أعتقد بأنه قام بما يجب أن يقوم به، لكن حارس مميز علي في الجهة اليسرى. سفيان، عادت سفيان، سفيان يسدد كرة، أيمن حسين يحاول يسدد لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ممكن من المرات القليلة النادرة اللي استلم كرة وهو مرتاح، استلم كرة وهو مرتاح بدون ضغط أيمن حسين، وهذه اللقطة باستثناء ذلك ما في مجال، لكن سددها بعيدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. سميدو يتقدم، كل مباراة يتم التعامل معها على حدة على حدة. كرة عند أيمن حسين، كرة في الجهة اليمين، حسين يمرر التسديد، الله، يوغان بولي كان قريبا من أن يسجل الهدف الأول، كان قريبا من أن يسجل الأول. شوف التمريرة الجميلة، كان متسلل أيمن حسين، هذه الإعادة وبعد ذلك الكرة اللي تهيأت في مكان مميز ليوغان بولي الذي كان وحيدا، لكن أضاعها يوغان بولي، ضاعت والكرة إلى ركلة مرمى. كان يطالب طبعا بركنية طبعا للخور مع روكي وقصي منير وغيرها من الأسماء المميزة مع سينيار مبارك مصطفى في ذلك الوقت. هذه كرة وانطلاقة للفرسان من أجل الهدف الأول، التسديد، الله، لكن الله في الجانب الآخر. باوتيستا بوركي، باوتيستا بوركي، هذا الحارس الذي يتعملق ويتألق في هذا اللقاء. يوغان بولي حط كرة بقدمة قوية جدا في طريقها للشباك، لكن بوركي يرفض وبوركي يقول لا من جديد. حارس مميز، الهدوء. هل تكون لقطة الهدف الأول؟ هل تكون لقطة الواحد صفر؟ كرة، لكن أبعد حارس المرمى، أبعد حارس المرمى أحمد بشير. ما زالت المحاولة قائمة، عرضية من جديد، لكنه ينجح في أن يبعدها مرة أخرى. مارك مونيزا، سقوط والكرة فيها خطأ، فيها خطأ، إذن هي صفر صفر، هي صفر صفر. ونقطتين لكل فريق بعد جولتين من انطلاقة بطولة الدوري. أنتونوشي على تنفيذ الخطأ في كرة قد تكون الأخيرة. أنتونوشي يرسل كرته، وفي هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام مشاهدين عبر قنوات الكاس أينما كنتم، صافرة نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء ككل بالتعادل السلبي.